أجل خلني أدخل الآن في تاريخ موضوعات الفلسفة، ودي تنقلنا بشكل يعني سلس للجميع تاريخيا. نعم. ماذا بدأ بداية إلى أن وصلنا إلى يومنا؟ نعم. هذا تقريبا الفلسفة ما قبل سقراط كانت تهتم بعلاقة الإنسان بالكون، يقول. فكانت هناك يعني فكرة كيف من الممكن أن أصل إلى اللامرئي عن طريق أحداثيات مرئية، لكن سنحدده هنا بسقراط بدايات الفلسفة الحقيقية. سقراط جاء بعد انتهاء الحرب بين أسبارتا وأثينا، وانتهت إلى أن جيش أسبارتا أصبح يعني اتجه إلى الزراعة، أما بحرية أثينا فاتجهت إلى تصنيع أو لنقل إنشاء ميناء أثينا. هذا بطبيعة الحال جلب ثقافات كثيرة جدا لأثينا، أصبحت أثينا في ذلك الوقت كأنك تقول منهاتن الآن، يعني عاصمة العالم. فالآن أصبحت كل الثقافات موجودة. جاءت فكرة كيف من الممكن أن نوحد هؤلاء كلهم عبر مفاهيم، فجاءت فكرة الاستقراء، فكرة الحوار، أن نتحاور ثم من خلال هذا الحوار نخرج بمفاهيم كلية. الإنسان حيوان ناطق، لأن لا يمكن أن يخرج من فكرة أنه حيوان بمعنى فيه حياة وأنه ناقد بمعنى أنه ينطق بعدة طرق. فهنا تأتي المفاهيم الكبرى، ولهنا تأتي حتى المحاورات نفسها، تجد أنهم يتحدثون عن العدالة، عن الفضيلة، عن الخير، عن الشر، عن اللغة، عن الحب. هذه المواضيع مواضيع مفاهيمية هي مجردة، يعني أنت لا ترى العدالة بذاتها لكنك تصل إليها من خلال استقراء الموجود الموضوعات، يعني فتقول أن هذا عدالة لأنه يوصلني إلى هذا المفهوم المجرد. وأفلاطون كذلك هو الناقل أصلا لهذه. بعد ذلك جاء أرسطو. طبعا طريقة أفلاطون هي طريقة سردية، يعني عندما تقرأ المحاورات كأنك تقرأ نصا سرديا أو أدبيا. جاء أرسطو وأنشأ ما نسميه اليوم أبحاث محكمة أو أبحاث أكاديمية، يعني فصول ومباحث. فجاءت حتى فكرته في مدرسته المشائية، وكان عنده 1000 موظف أو 1000 باحث يخدمون هذه الأفكار التي كان يقوم بها. وكان الإسكندر أيضا كلما ذهب إلى مكان أتى بحيوانات ويعني نباتات وأرسلها إلى أرسطو كي يبحث فيها، وأنشأ حتى مشروع النيل. في ذاك الوقت كان بمبلغ عالي جدا، 4 مليون دراهم، يعني كأنك تقول 4 مليار الآن، من أجل أيضا أن يكتشف ما كان في مصر يعني. فهنا بدأت الفكرة الأكاديمية، فكرة المنهج. نعم. طبعا هناك عدة أفكار كانت يعني لنقول أنها تحوم في ذلك الوقت. يمكن أن أقول أن غاية الفلسفة الكبرى، غاية الفلسفة الكبرى هي الوصول إلى اتصال منطقي بين المرئي واللامرئي. اللامرئي ليس هو الله فقط، إنما كل ما لا يمكن الوصول إليه ماديا. مثلا أفكارك التي في ذهنك لا يمكن أن أصل لها لذاتها أو في ذاتها، إنما أصل لها عندما تتموضع فتصبح مادة. فكيف أجعل هناك اتصال؟ جاءت فكرة المنطق، المنطق الأرسطي الذي جاء بمقدمات ونتيجة، يعني موضوعها سابقا المرئي ولا مرئي تقريبا في هذا العصر. إلى اليوم لن تجد فلسفة تخرج من هذا الباب. حتى خذ مثلا مايكل ساندر، أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة هارفارد الآن حي يرزق، ماذا يبحث فيه؟ خذ مثلا مفهوم العدالة عنده. المفهوم العدالة هو لا مرئي، صح، لا مرئي، لكنه يريد كلية أن يريد أن يجسدها في أفعال، زي ما نسوي استبانات حنا اليوم والأشياء هذه، أفعال، لكن هذه الأفعال عن طريق تحليل وقائع. فهو وصل إلى أن يحلل حتى مشاكل الطلاب في المدارس من أجل أن يصل ويقول أن الشعار لهذه المشكلة هو العدالة، أو الشعار لهذه المشكلة هو الخير مثلا. فهي إلى الآن بهذا الشكل. وبالمناسبة لو قلت أن كل من أتى بعد أرسطو هو عالى على أرسطو وأفلاطون لما ابتعدت عن الحقيقة. فإذا الفلسفة اليونانية في ذلك الوقت كانت تبحث في هذه الفكرة، كانت تبحث في نقل العقل من حالته السردية إلى حالته المنهجية المنطقية. في ذلك الوقت كان الجميع يسرد، الجميع يتكلم، من حق الجميع أن يتكلم، كما تجد هذا في المحاورات. لكن تقعيدها لا، لكن تقعيدها هنا تأتي فكرة من الذي له الحق أن يتحدث. ليس فئة معينة ولا أشخاص معينين ولا طبقة معينة،
إنما من يملك العلم، من يملك المادة العلمية، من يملك المادة العلمية تحدث. مثل الآن من حقك أن تذهب إلى المكتبة وتشتري 100 كتاب في الفيزياء، ولكن ليس من حقك أن تتحدث في الفيزياء وأنت جاهل فيها. فإذا امتلكت آلة العلم، من هنا تأتي فكرة أن أتحدث. جاء بعدهم شخص اسمه أو فيلسوف اسمه فلوطين، وأسس هنا للفلسفة الباطنية التي تكون مؤثرة في التاريخ الإسلامي والغنوصية وكذا. وهذه جاءت يعني بفكرة أبعد يعني من الفكرة المادية لنقول التي كانت موجودة عند من قبله. سارت الفلسفة على هذا الدرب. مثلا لو أخذنا مثلا في التاريخ الإسلامي، يعني حتى نتنقل بين هذه التواريخ سريعا، في التاريخ الإسلامي ظهور الفلسفة، وأنا أريدك هنا أن تركز على أمر سنأتي إليه له بعد قليل. ظهور الفلسفة أتى متأخرا قليلا، لو قلنا الكندي مثلا في القرن الثالث، أتى متأخرا قليلا عن بدايات العلوم، يعني عن النحو عن الفقه عن هنا. تأتي فكرة مهمة جدا وهذه ستبقى معنا الفلسفة لا تأتي لبناء الحضارة، إنما تأتي بعد أن تصبح الحضارة موجودة لكنها تحتاج من ينسقها كما فعل أرسطو بعد 800 عام، تحتاج من يعطيها نسقية أسماء منظومة. كلية منظومة تفسر كل هذا الوجود، أي منظومة الجزئي، كل الوجود الجزئي. نعم منظومة، لأن أيضا سنأتي للماديين فلن يقولوا بقولك، لكن المقصد أنها تعطي نسقية، نسقية نعم، وتعطي منظومة يمكن من زي خلالها النموذج اللي نسميه اليوم النموذج. أحسنت، فهنا تأتي أو منهج نعم. أو منهج نعم. فهنا أتأتي الفلسفة لتنظم هذه المبعثرات لنقول من المفاهيم، هو عملها عظيم لا شك. وهنا جاءت فكرة أيضا الفلاسفة مثلا في العصر الإسلامي أو الفلسفة الإسلامية، جاءت محاولة أيضا منهم للم شمل المذاهب الإسلامية التي اختلفت اختلافا كبيرا جدا بمذاهبها التي لا تخفى على مطلع، فحاولت أن تفهم أصل الوجود، حاولت أن تفهم الأفكار الكبرى التي لا علاقة بالدين والإنسان، ولكن ليس بيوميات الإنسان أو بأفهام أو بمفاهيمه التي يمكن أن أقول أنها صالحة للحديث اليومي، إنما بالمفاهيم الكبرى التي لها علاقة بالوجود الذي يعيش فيه الإنسان. فهي يمكن أن أقول أنها كانت مادة نخبوية يعني في ذلك الوقت. إذا انتقلنا أيضا إلى نعم. عصور مثلا متأخرة، نقول مثلا إلى ديكارت مثلا. نعم. ديكارت على سبيل المثال جاء بعد يعني سنوات طويلة، مئات السنوات من لنقل التغيرات والتموجات التي حدثت في السياسة وفي الدين وفي الفيزياء. في السياسة سيكون ميكافيلي اسم كبير في ذلك الوقت، وأيضا ما حدث في إيطاليا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا من ثورات. وفي الدين سيكون عندنا اسمين كبيرين، توماس مور وأيضا لوثر. وفي الـ في الـ يعني في الفيزياء سيكون غاليليو طبعا اسم مهم جدا في هذه الثورة الفيزيائية. جاء ديكارت، المصادفة الطريفة، ديكارت بدأ تقريبا مشروعه 1618، يعني خذ من 1600 إلى 1620 في العشرين عام ظهر ديكارت. وظهر أيضا يعني كان يمكن أن أقول ظهور قوي في ذلك الوقت حتى للرواية، الرواية الأدبية مع ثربانسس اللي دون كيخوت أيضا في ذلك الوقت. أيضا هو عصر شكسبير، وطبعا بيكون أيضا كان موجودا في ذلك الوقت. إذن هي منظومة ثقافية واسعة لكنها ليست في بلد فقط. واحد وهنا الفكرة، في فرنسا وأيضا ديكارت كان كثيرا ما تجده في دول غير فرنسا، يعني في السويد تحديدا، فرنسا إيطاليا ذاك الوقت ها؟ في السويد تحديدا. بيكون لم يكن في، كان في إنجلترا مثلا نوع. مثلا في الرواية التي ذكرناها ثيربانتس كان في إسبانيا. أن تتكلم عن واقع أوروبي يريد أن يتغير، لكن ليس هناك اتصال بين هؤلاء، فالفكرة واحدة لكن الفعل مختلف عبر طرق مختلفة. فكان من الطبيعي أن يصبح هناك تغير